بعد أن ارتبطت شرارة ثورتنا في 25 من يناير وتمرد الشعب المصري ب 30 من يوليو لتحقيق أهدافها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية الكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، وبعد أن اقتربنا معا من الانتهاء من المرحلة الأولى من خارطة الطريق وهي دستور مصر الثورة، وجب علينا أن نلقي النقلة من الآن إلى المرحلة الثانية من الخارطة وهي برلمان مصر الثورة. من ذلك نعلم بجموع الشعب المصري العظيم على تشكيل غرفة العمليات الرئيسية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة المكونة من حسن شاهين، محمد ندوي، سيد حسني، خالد العضو، محمد هيكل، سارة عرفات، شريف هلال. نستمع الآن إلى كلمة المتحدث الإعلامي حسن شاهين. شعب مصر، رسالة النهاردة واضحة. التمرد حينما بدأت كانت فكرة، ولم تنجح تمرد إلا حينما انتف الشعب المصري حوله. إحنا النهاردة بتعلن حركة تمرد على الخطة الرسمي من خوض الانتخابات البرلمانية مهما كان الأمر. إحنا بنقول إن إحنا حينما بدأت خريطة الطريق كان المطلب الرئيسي دستور بعد عزة مرسي دستور وانتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية، والآن بعد أن نأمل في إصدار دستور مدني وعبر عن خط الثورة المصرية ويحفظ حقوق المواطن المصري من العدالة الاجتماعية ويحقق أحلام شهداء الثورة، حينما انطلقت في يناير وتمرد الشعب في 30 يوليو للحصول على هدفه بالكامل من الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، احنا النهارده بنأكد ان احنا مستمرين في السير في نفس خارطة الطريق. إلى الشعب المصري العظيم يا طه، وعدنا وأوفينا يوم 3 يوليو ولم نتفاوض على أي بند واحد مما قرره الشارع المصري لتوقيعه على استمرار التمرد. وقررنا أن نكون مرآة للشارع المصري، وبناء عليه تحولنا يوم 4 يوليو من حركة هدم إلى حركة بناء. والآن نستمد من الشارع المصري ما يريده، وهو انتقال الثورة من الميدان إلى البرلمان. الآن وجب على الشارع المصري الذي قاد ثورة أدهش بها العالم أجمع أن يقود دولته وأن يشارك في حكم دولته. وبالتالي قررنا أن نخوض الانتخابات البرلمانية على كل المقاعد أيا كانت الصعوبات وأيا كانت أشكال أو طريقة الانتخاب. معيارنا الوحيد هو الوطنية، لا يوجد لدينا أي معيار آخر. نفتح أبوابنا لكل القوى السياسية وكل الكيانات لتشكيل أكبر تحالف برلماني يعبر عن الشارع المصري. الشارع المصري اللي خرج في أكبر حشد في تاريخ البشرية يوم 30 يوليو وأدهش العالم بسلميته يستحق أن يعبر عنه برلمان من نبض الشارع. نؤكد أن البرلمان القادم لا يقل أهمية عن الدستور الذي يقرر من خلال لجنة 50. دور البرلمان في إعادة صياغة القوانين لتلتصق مع الدستور الذي يعبر عن الدولة المدنية الحديثة لابد أن يخرج من نبض الشارع. وجب علينا الآن بما أننا حصلنا على تكليف من الشعب وقررنا أن نكون مرآة للشعب نحس بآلامه، وجب علينا أن نسعى لنستكمل خارطة المستقبل بأكملها. تمرد زمان حسن الثلاثة السبب الرئيسي وراء نجاح تمرد زمان الشعب تفكرنا كثير من الحقيقة قبل ثلاثة قرار الانتخابات المدنية. فكرنا في الحقيقة قبل ثلاثة قرار خاص بالانتخابات المدنية وعدم السنة القادمة. احنا لا نملك رؤوس الأموال، بس احنا سمعتها من الفرد في الموضوع ده كتير، وهي إرادة الشعب المصري اللي ساعدنا ونجحنا يوم 30/6. هو الشعب اللي قادر انه يساعدنا ونجحنا في المرحلة اللي جاية ويدعمنا عشان نوصل فعلا لنقل الثورة من الميدان إلى المنبر.
مصر مع بعض الى برلمان يعود لمصر الثوره ويحقق مطالب الثوره اللي قامت عشانها ونعيش في الحريه بعد الانتقال. ان شاء الله الحمد لله مستمرين في الحمد لله في الموضوع وحلقه 19 كمان وباذن الله هنوصل لبرلمان في مصر الثوره ويحقق